أولا القضية الفلسطينية موجودة منذ أكثر من 67 عاما وأكثر من ذلك، يعني أصبحنا 76 أو بالأحرى 76 عاما، يعني أصبحنا قرابة 80 عاما وما زالت القضية الفلسطينية موجودة على سلم أولويات كل سواء كان على في منطقة الشرق الأوسط حتى على مستوى المناطق الأخرى. ولكن عملية أن تكون هي عملية طوفان الأقصى أن تعيد القضية الفلسطينية على سلم الأولويات هذا غير صحيح. يعني الآن نحن نعيش الآن في الواقع الفلسطيني تحت احتلال، أصبح هناك في الضفة الغربية الكثير من التضييق الأمني لم يحدث قبل 7 أكتوبر، حتى على مستوى التضييق الاقتصادي عندما يتم عملية طرد 130 ألف عامل فلسطيني فقط من الضفة الغربية، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف من عمال قطاع غزة يتم طردهم من الداخل الإسرائيلي، أصبح هؤلاء مع عوائلهم يعني قرابة 4 مليون فلسطيني بلا طعام بلا أكل بلا غذاء، وهذا بسبب 7 أكتوبر. يعني هناك كان حسابات، يعني الذي قام بهذه الفكرة يعني جاءت دي من حسابات غير مدروسة. الجيش الإسرائيلي هو جيش مدجج الذي يشير إلى واقع تضخيم حركة حماس بأنها هي عبارة عن جيش كان يخطئ في هذا التوصيف، يعني الذي أضر بهذا التوصيف للأسف بعض القنوات العربية التي ضخمت المقاومة الفلسطينية وكأنها جيش تم استغلاله من قبل الواقع الإسرائيلي تم استغلاله من قبل الإعلام الغربي أن إسرائيل تحارب جيشاً إرهابياً، هذا ما وصفته سواء كان الصحف الغربية الصحف الإعلامية. إسرائيل استغلت هذا المضمار الذي تشير إلى واقع أن هناك من تحتها من جنوبها جيش إرهابي ومن شمالها جيش إرهابي، إذا من الضحية الكبرى اللي هو الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لم يستفد من هذه المعركة طوفان الأقصى، صحيح قد أعادت بعض أولويات بعض الدول التي لم تنظر إلى القضية الفلسطينية، صحيح قد يكون إعلاميا لكن واقعيا ميدانيا قطاع غزة تم احتلاله من جديد. يعني كان أرض قطاع غزة من الداخل لا يوجد فيها احتلال إسرائيلي، اليوم إسرائيل احتلت قطاع غزة، اليوم إسرائيل قسمت الشمال في قطاع غزة عن المنطقة الجنوبية، إسرائيل اليوم جعلت منطقة الشمال كلها قواعد أمنية عسكرية استخباراتية وأجهزة رقابة للواقع الإسرائيلي. في منطقة محور فيلادلفيا الكيان الصهيوني أيضا حول محور فيلادلفيا إلى قاعدة إسرائيلية، بالإضافة إلى تم استقطاع جزء 1 كيلومتر من الشمال إلى منطقة كرم أبو سالم قرابة 1 كيلومتر إلى العمق تم استقطاعه وتحويل المنطقة آمن عازلة. أيضا فصلت الضفة الغربية بأكثر من حاجز، هناك أيضا خطة سموتريتش. سموتريتش لماذا تجرأ بإشارته أن يجب أن يحول الضفة الغربية إلى كنتونات وعملية تقسيمها إلى 3 مناطق؟ لأن كون أن هناك بعض الحركات الآن يحركون الضفة الغربية ويحاولون لاستخدام الخلايا المسلحة، هذا الأمر يستخدمه الواقع الإسرائيلي كذريعة لتدمير الضفة الغربية. وهناك بعض المحللين السياسيين للأسف الآن لا ينظرون، نحن نعيش تحت احتلال، يعني نحن الآن نعيش قبالة مستوطنة، وبالتالي اي فرصه يدخل الاسرائيلي اي بيت الى من البيوت الفلسطينيه، بمعنى ان العالم الذي لا يعيش تحت اطار لا يشعر بهذا الذي يا دكتوره تمارا